أستاذ تفضل، الأكل جاهز هلأ. لا شكراً ما بدي. صراحة سدت نفسي وما عاد فيني أكل شيء. على كل شكراً كتير إلك. لا تكوني فكرة حالك صاحبة البيت لحتى عم تعزمي العالم على الأكل. تفضل يا حكيم، الأكل جاهز. تفضل. تفضل. بكفي. بس 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 بكفي. يا طباخ مريني، روح وجيب الحلو بسرعة. حاضر. ايش هو هالأكلات هدول؟ هالأكل هاد بيكفينا أسابيع. هذا كله مشان أدرك وقيمتك، وهذا واجبنا. معقول يعني إنك تطلع من عنا من البيت وما لك آكل؟ تفضلوا كلوا. تفضل. شكرا لكم، الله يحفظكم دائما يا جماعة. بدي تنتبهي على بنتك كتير منيح، وتديري بالك عليها كمان، لأنه ما في شي بيعوض عن الابن حتى لو الواحد لف ودار الدنيا.